جميل جدا، وده بيقودنا إلى مسألة استخدام الإنترنت. يعني ما فيش شاب دلوقتي لا يمكنه أنه يتحرك بدون الإنترنت. طيب الفئات المتوسطة الحال بتشتكي من أسعار الإنترنت. خليني أقول لحضرتك على حاجة، هو أسعار الإنترنت في مصر مقارنة بأسعار الإنترنت وأسعار المكالمات في العالم هي يعني أسعار متناسبة، ولكن أنا طبعا يعني أنا بقى يعني قادر أن أنا أتفهم الحاجة لأسعار أقل للإنترنت لبعض المستويات. خليني أقول لحضرتك على حاجة، إحنا عندنا النهاردة لغاية قريب ما كانش، كان عندنا 512 كي و260 كي، النهاردة إحنا هنطلع بره السرعات دي، وهنقول إن أنا طلبت من الشركات اللي عاملة في مجال الإنترنت إن تكون أقل سرعة موجودة هي 4 ميجا. لو أقل سرعة موجودة هي 4 ميجا ونقدر إن إحنا الأسعار تبقى أسعار معقولة لهذه الأربع ميجا، يبقى هنلاقي إيه؟ هنلاقي إن الأسعار شكلها العام شكل بقى أكثر قابلية عند المواطنين وعند المشتركين. ماذا عن الخدمة؟ برضو في شكاوى من سوء الخدمة؟ الخدمة الشكاوى كانت أكثر بكثير من سنة ونص أو من سنة وثمان شهور. الشكاوى قلت كثيرا جدا لأنه كان اتعمل مجهود الحقيقة من الشركة المصرية للاتصالات، مجهود مهم ومحترم خلال فترة لبعض السنترالات. احنا عندنا 1660 سنترال، اتعمل عندنا بعض الاصلاحات في الكثير من السنترالات والشبكة الارضية. الشبكة الارضية دي شبكة نحاسية عمرو بيه كانت بقالها 17 سنة لم يتم صيانتها. مش بس 17 سنة لم يتم صيانتها، الشبكة دي مش معمولة في مواسير، الشبكة دي معمولة على كابلات نحاسية مردوم عليها الأرض، شبكة نحاسية مردوم عليها الأرض، يعني حتى مش قادرين إن احنا نشد الكابلات ونحط كابلات تانية. عملنا غيرنا جزء كبير جدا بالفايبر، والحقيقة أنا بتوقع خلال لغاية آخر السنة دي، آخر سنة 2017 الشكاوى دي مش هتقل، هتختفي خالص، بس يطلع لنا شكاوى تانية طبعا عشان خاطر الاسعار. لا يطلع لنا شكاوى تانية عشان خاطر الاحتياجات دايما بتزيد. التطبيقات الخاصة بالانترنت الحقيقة تطبيقات، بدل ما كانت تطبيقات بسيطة فيها ان الناس تبعت رسائل وتبعت ايميلز، النهاردة الناس بتنزل فيديوز وبتنزل حاجات كتيرة جدا. فانا متوقع ان هيبقى، بس الشكاوى مش هتبقى الشكاوى دي، ان شاء الله تكون شكاوى تانية افضل بكثير. مش المفروض معالي الوزير انه الجيل الرابع يقوي شبكة الاتصالات؟ جدا. هيقوي شبكة الاتصالات جدا. اولا هيقوي الكفرج، هيقوي التغطية. لان في بعض الاماكن مثلا مش متغطية تغطية كبيرة. حقيقة الترددات الجديدة هتزود التغطية بشكل كبير، وشبكات الجيل الرابع او ال تي اي الحقيقة هتدي بسرعات، السرعات دي سرعات غير مسبوقة وسرعات تضاهي السرعات العالمية. ارجع برضو للاسعار، مش المفروض انها ترخص مع الجيل الرابع؟ لما الاسعار، لما الجيل الرابع ينزل، ده خدمات جديدة بشكل جديد بفلوس كتيرة. حضرتك في انفستمنت حصل، وفي انفستمنت بيحصل، في استثمارات كثيرة جدا جدا على مستوى الشركات، هذه الاستثمارات موجودة. وهرجع اقول لحضرتك ان الاسعار هي عملية تجارية. هذه العملية احنا طبعا بنتدخل فيها عشان خاطر حماية المواطنين، ولكن احنا بيهمنا مراعاة المواطن والأسعار المقدمة للمواطن، والخدمات تكون أفضل للمواطن.